ريال مدريد يعود من الحجر الصحي بأداء مميز بدنيا وفنيا، وانتصار مهم جدا على إيبار 3-1 علشان يرجع تاني والمنافسة تشتعل ما بين ريال مدريد وبرشلونة. بقى فرق نقطتين، برشلونة 61 وتحتيه على طول ريال مدريد 59، فبقت منافسة شرسة جدا على الدوري. زي ما زيدان قال قبل المباراة، اللي احنا قدامنا 11 مباراة نهائية علشان نفوز بلقب الدوري. هنشوف يعني ريال مدريد هيعمل المباراة اللي جاية، بس مباراة النهاردة أداء مميز جدا من ريال مدريد ولازم نتكلم عليه بالتفصيل. فقبل ما نخش الحلقة انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناة واشتراك وفعل الجرس علشان تجيلك الحلقات أول بأول. يلا بينا نخش في الحلقة. زيدان بيرجع من الحجر الصحي بتشكيله مكونه من كورتوا حارس المرمى، قدامه راموس وفاران على الشمال، مارسيلو على اليمين، كارفاخال ثلاثي في نص الملعب، كاسيميرو مودريتش وكروس، قدامهم ثلاثي رودريجو هازارد وبنزيما. ريال مدريد بدا المباراه بشكل مغاير، نعم بشكل غريب ما كنتش فاهمه، اللي انت ابار ضغطك في نص ملعبك عارفك في نص ملعبك مش عارف تطلع بالكوره من تحت لفوق، وده كنت بتعتمد على الكرات الطويله بس. على طول ريال مدريد ما استناش، في اول 3 دقايق تك كروس بجول معلم، بجول بصراحه عظمه. انا كتبت على الفيسبوك حتى وتويتر والمباراه شغاله ان كروس عمل عظمه ما جابش جول، الجول مميز جدا، الكره بتترد له على طول، اول ما الكره تجي له تك في البعيده فوق الجول، دي جول اول ريال مدريد اول 3 دقايق 1-0 ريال مدريد. بس بعد الجول ريال مدريد اللي ما كنتش فاهمه ان انت مش عارف تطلع بالكوره من نص ملعبك، ان انت مش عارف تطلع بالكوره، ايبار ضغط عليك في نص ملعبك، ضغط ضغط عالي، ضغط شرس، ضغط مقرف على ريال مدريد. اللي احنا بنشوف حتى ريال مدريد كذا كوره اتقطعت في نص ملعبه من لعيبه ريال مدريد، ضغط ما كنتش فاهمه ازاي بتعمل على ريال مدريد في ارضه حتى. واللي انت كمان ما كنتش فاهمه ان انت ايبار كانت احيانا كتير جدا في اول ربع ساعه اول تلت ساعه من المباراه كانوا بيفصلوا ما بين ما بين خط الهجوم وبين خط نص ملعب المدافعين، كان بيبعد الخط ده عن الخط ده تماما، وكل البعد الخط بتاع المهاجمين عن بعد نص ملعب والمدافعين كان بيؤدي ان المهاجمين كان بينزلوا نص ملعب ريال مدريد ان يبتدوا يحركوا الكوره. هازارد رودريجو بنزيما كانوا بينزلوا نص ملعب ريال مدريد علشان يبتدوا يحركوا الكوره، يبتدوا يطلعوا الكوره من تحت لفوق، والضغط بتاع ايبار كان بيقف ريال مدريد، ضغط 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 ضغط، كان قارف ريال مدريد. الى ان بعد ربع ساعه بعد تلت ساعه من المباراه ايبار خلاص رجعت المياه لمجاريها، ايبار هدي تماما، الضغط ما بقاش بنفس الشراسه، ريال مدريد ماسك كوره اكتر، راكب المباراه اكتر، راكب الريتم اكتر، عايز يلعب على المرتدات، كان بيلعب وده اللي كان بيشتغل عليه اكتر، اللي هو بيلعب على المرتدات بيروح مرتدات مرتدات مرتدات. الى ان جه الجون الثاني بعد نص ساعه من المباراه، مرتده بالوان تو ما بين كريم بنزيما وهازارد، هازارد بيروح بيلعب لراموس، تاب انه مميز جدا الجول الثاني لريال مدريد الدقيقه 35، بنفاجئ بجون ثالث ريال مدريد، هازارد باخد الكوره ويجري يجري 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 يشوط، ترد من الحارس، المدافع بيشيل، تنزل على مارسيلو، مارسيلو ترك في البعيده، الجول الثالث ريال مدريد، وفي 35 دقيقه ريال مدريد بيسجل 3 اهداف وفي طريقنا لحفله. الى ان الشوط الاول انتهى 3-0 بنفس الريتم، خلاص ريال مدريد ماسك الكوره، هو اللي راكب المباراه، هو اللي بيعمل كل حاجه في المباراه حرفيا. بس لفت انتباهي الشوط الاول حاجتين، الحاجه الاولى ان هازارد راجع خاسس، راجع مش مليان، مش مقلوص زي ما كان قبل الحظر وقبل قبل الكورونا، لا راجع نوعا ما فت، نوعا ما جسمه اللي هو فت بدنيا اعلى شويه، وكمان هازارد لمسته بقت احلى. قبل الكورونا كان هازارد تقريبا كان لسه ما جاش من تشيلسي، لكن دلوقتي لمسته افضل، فعال على الجول، بيعمل اسيست هو لراموس، كان في طريق الاسيست تاني لمارسيلو، يعني ابتدى نوعا ما يرجع لمستواه واحده واحده. الحاجه التانيه لفتت انتباهي جدا ودي حاجه مبسوط بيها، ان مارسيلو رجع تاني نوعا ما لمستواه او نوعا ما لحالته البدنيه. كان مارسيلو قبل الكورونا قبل ما التوقف بتاع الماتشات في الدوري كان مارسيلو برضه تخنان، كان فيه ترهلات، ما كانش قادر يجري، كان بدنيا واقع، لكن بعد الرجوع تاني لكره القدم لا مارسيلو اعلى، مارسيلو بدنيا افضل، مارسيلو خاسس، مارسيلو جسمه رجع تاني جسمه مارسيلو ده احنا عارفينه،
النهارده مارسيلو كان واخد باله جدا 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 من الناحيه الدفاعيه ان ما حدش من لعيبه ايبار تلعب في ظهره، ده كان مميز جدا. مارسيلو واقف انا مش هتقدم بفرط ومش هتقدم بغباء زي ما كنت بعمل قبل التوقف، لا انا هقف شويه ورا وشويه دافع مع اللعيبه ونوعا ما برضه هاجم بس هاجم بعقل، وده اللي كان عاجبني جدا 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 في مارسيلو. واظن ان هم رجعوا تاني فيتو رجعوا لحالتهم البدنيه والمستوى بتاعهم المعهود. الشوط الاول بيخلص 3-0، بيخش للتاني بتغيير بصراحه مش فاهمه بخروج كارفاخال ونزول مندي، دي تغييره مش فاهمها، ليه مندي بيلعب ناحيه اليمين، ليه مندي اصلا بينزل على الدكه بدل كارفاخال، مش فاهم بصراحه. بس الشوط التاني بقى هو الشوط التاني كله من اوله لاخره ريال مدريد هو اللي راكب، هو اللي بيستحوذ، هو اللي بيضغط، هو اللي بيشوط، هو اللي بيباصي، هو اللي بيرفع، هو الفعال على الجون، هو اللي بيعمل خطوره، هو اللي بيقف في نص الملعب وبيدي الحريه لبار، هو اللي بيعمل كل حاجه. بس زيدان بدا اللي هو يجرب اشكال، ابتدى هو 3-0 خلاص ابتدى يجرب، ابتدى يعمل تغييرات، يعني ابتدى يجرب لعيبه بقى اللي هو شويه ينزل جاريث بيل بدل رودريجو، شويه ومنزل فينيسي جونيور بدل هازارد، شويه ينزل فالفيردي بدل مودريتش، ينزل ميليتاو بدل راموس، ابتدى يجرب ويجرب ويجرب، يجرب لعيبه خمس تغييرات ابتدى يستغلهم اللي هو يجرب اللعيبه اللي عنده. انا مش هفضل واقف كده في كاسبان 3-0، ابتدى يجرب بقى الماتشات الجايه، عنده ماتش جاي الجوله الجايه في فالنسيا، مباراه ثقيله جدا على ريال مدريد، فهنشوف زيدان هل هيقدر بقى باللي عمله الديبار ده ياخد ثقته ويرجع تاني للعيبه لمستواه، وكمان التغييرات اللي عمله هو يرجع ذهن اللعيبه تاني، فينيسيوس جونيور يرجع تاني لارض الملعب، بيل يرجع تاني، اللعيبه ترجع تاني زيدون في المباريات، دي حاجه كويسه جدا من زيدان. المباراه بتخلص 3-1 بجون حتى بتاع ايبار، جون ديفليكشن، الكوره بتيجي بتخبط بتخبط في المدافعين وتخبط في لعيبه ايبار وبتيجي تخش من تحت رجل كورتو، هو يعني ما بيفوتش ما بيفوتش كورتو، مستواه كويس مستواه وحش، لازم النفق اللي عامله ده لازم يتلدح منه، يعني مش فاهم بصراحه. بيخلص 3-1 بمباراه ريال مدريد عمل مباراه كويسه، بس كانت الحاجه اللي مش فاهمها اللي هو ازاي ريال مدريد مضغوط في نص ملعبه، ايبار ضغطه في نص ملعبه في نص ملعب ريال مدريد وخنقاه لدرجه ان هو مش عارف يطلع بالكوره على الارض، كان بيعتمد على الكرات الطوليه، الكرات الطوليه كان على الاطراف كمان لرودريجو والهازارد، دي حاجه ما كنتش فاهمها بصراحه اللي هو ازاي. وكان زيدان تحس ان هو كان في فتره توقف سهران على مباريات لاسارتي مع الاهلي، اللي هو انا قاعد بقى ايه مش لاقي حلول مش لاقي اعمل ايه، بدل الوينجات جيب هازارد يمين وجيب رودريجو شمال، بس التبديل بتاع هازارد ورودريجو ديت كانت مفيده لريال مدريد، ان هازارد قدر يعمل اسيست لراموس من ناحيه اليمين، وقدر اللي هو كان الجول الثالث اللي هو راح وشاط ورجع ثاني مرسيلو، يعني قدر في ناحيتين قدر يعمل حاجه لما راح ناحيه اليمين عكس لاسارتي كان بيبدل تبديلات غريبه كده. ما علينا، بس في الاول وفي الاخر انا رايي في مباراه ريال مدريد وبار مباراه مش كلام كتير، مباراه لسه اللعيبه بترجع تاني توقف ولسه المباريات بترجع واحده واحده والذهن والبدني وكل حاجه بترجع واحده واحده، الكوره خلاص خلاص 7 ايام بالكتير وهترجع لحالتها الطبيعيه، اسباني وايطالي وانجليزي. فقولوا لي رايكم انتوا في مباراه ريال مدريد وبار، ده كان رايي انا في المباراه، قولوا رايك انت في المباراه وقول لي هل ريال مدريد قادر على تحقيق لقب الدوري ولا برشلونه عاوزه كل سنه، قولوا رايكم في الكومنتس، ولو حلقة جديدة سيبش اعمل لايك واعمل سبسكرايب كمان واشترك وفعل الجرس عشان تيجي الحلقات اول باول، تابعونا على السوشيال ميديا بتاعنا في الديسكريبشن تحت، واعمل شير على فيسبوك وتويت على تويتر، كان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقة الجاية، سلام.